السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس المستقر مستمر في عموم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، درجة الحرارة أقل من المعدلات وطقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل. كالعادة نبدأ نشرتنا بصورة أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث خلت عموم منطقة الجزيرة العربية ومنها المملكة من الغيوم، لكن لاحظوا معي فوق مياه بحر العرب حيث لا يزال الاضطراب المداري يحوم أو يلتف في تلك المنطقة أي فوق مياه بحر العرب، ولا توجد أي توقعات بأي تأثيرات لهذا الاضطراب المداري على منطقة الجزيرة العربية. ويتوقع خلال الساعات القادمة أن يضعف هذا الاضطراب المداري ويتلاشى خلال الأيام القادمة بعيدا في عرض مياه بحر العرب. نعود للمملكة ونستعرض وإياكم خرائط توزيع درجة الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، حيث تستمر درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق، لكن يصبح الطقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا ساعات الليل في المناطق الداخلية. هذا الطقس يتوقع أن يستمر طيلة الأسبوع الحالي مع سيادة لطقس مستقر باستثناء بعض التشكلات الركامية المحلية خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس بارد نسبيا 16 درجة مئوية فقط متوقعة مع طقس صافي. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة تستقر حول 32 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى يوم الاثنين تسجل 17، أما يوم الثلاثاء والأربعاء ترتفع لتسجل 20 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.